بنترجاك إلهي حي بنستناك انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب وبال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي انت عالي فوق كل عالي فوق السحاب ومال الكون عالي انت عالي هتشوف نصلي واحنا واقفين. ومش بتتغير وثابت على طول. كلامك ثابت واجيال وسنين مش بيزول. كلامك عمره ما يتغير لانك انت نفسك مش بتتغير. وان تزول السماوات والارض لكن كلمه واحده من الكلام اللي بقوله ليه من الكلام اللي بيقوله لينا عمره ما يزول. نجثو لك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم نهدي لك إكرامنا ونحمد اسمك الكريم يسوع أنت خلاصنا أتيت كي تفدي الخطاة صلبت فدا نفوسنا كي تهدي للموت الحياة يسوع أنت مليكنا أنت رب ذي الحياة نهديك شكر قلوبنا لك تنحني مساء الخير يا شباب.
خلوني اقرا معاكم اعداد من انجيل يوحنا صح 17 مع اعداد بسيطه من رساله يوحنا الاولى ورساله يوحنا الثالثه. انجيل يوحنا اصحاح 17 اقرا من عدد 11. الرب يسوع هو في صلاته للاب بيتكلم وبيقول: ولست انا بعد في العالم، واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك. ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب. اما الان فاني اتي اليك واتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم، لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. أعداد من آخر أعداد من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 من عدد 20: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. يوحنا الثالثة الأعداد الأولى من عدد 2: أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أمين. موضوعنا البسيط اللي هنتكلم عنه هو عن دور كلمة الله العظيمة الرائعة اللي سمعنا عنها من شوية، مش محتاجة لحد يحط لها قانونيتها، لكن هي نفسها تحوي في ذاتها قانونيتها وقوتها، وتشهد الكلمة عن نفسها أنها كلمة الله. هذه الكلمة التي هي كلمة الله، وأرجو أن كلمة أنها كلمة الله دي يبقى ليها تأثير على قلوبنا، مش كده؟ يعني احنا لما بنقول ان فلان اتكلم وفلان ده يبقى شخص عظيم في عينينا، الكلام بيفرق، مظبوط؟ يعني لو قلت لكم السيسي اتكلم كلام كويس، ايه رايكم؟ بناخده ككلام رئيس جمهوريه. احنا النهارده مش امام رئيس جمهوريه مهما كان، لكننا امام الله لكي نسمع كلام الله. الله يتكلم. ما هو تاثير وما هو وقع كلمه الله على قلوبنا وعلى ضمائرنا؟ زي ما قلت النهاردة موضوعنا دور هذه الكلمة الرائعة التي هي كلمة الله، واللي هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. والكلمة مميزة، تخيلوا محمد بيتكلم عن الله، الكلمة مميزة أفكار القلب وإيه ونيته. عندما نقف أمام كلمة الله تذكروا أننا نقف أمام الله. ما هو دور هذه الكلمة؟ أو ما هو دور إله الكلمة؟ ما دام الكلمة هي الله يتكلم، ما هو دورها في تقديس حياتنا؟ الآية بتاعت موضوعنا هو قدسهم في حقك، كلامك هو حق. ما هو دور كلمة الله المؤثرة الفعالة في تقديس حياتنا، في تكريسنا، في تخصيصنا، في فرزنا، في انها تخلينا شيء مختلف عن العالم اللي حوالينا،
ايه هو دور كلمة الله في انها تعمل كده؟ انا اتكلم في كلمتين صغيرين. دور الآية دي او مكان الآية دي، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. بعدين اتكلم عن الحق، ما هو الحق اللي بيتكلم عنه، ثم هتكلم عن كيف تقوم الكلمة بدورها في خضوعنا ليها لكي تقدس ولكي تكرس ولكي تكرس حياتنا. عارفين الآية دي اللي جات في إنجيل يوحنا أصحاح 17؟ بذكركم أن إنجيل يوحنا أصحاح 17 ده يعني فصل فريد من الفصول الفريدة والمتميزة جدا في كلمة الله، اللي فيها الابن يخاطب الآب، فيها المسيح يخاطب الآب، بيصلي المسيح بيصلي. وهي الحقيقة الصلاة الوحيدة المذكورة تفصيليا للمسيح في كل حياته أمام التلاميذ. هو صلى كتير مش كده، لكن في كل مرة كان ينفرد ويصل، يمضي إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. لكن الصلاة دي لا، الصلاة دي كانت قدام التلاميذ هم سمعينه. فالابن المسيح الله الظاهر في جسد الله الابن يخاطب الآب على مسمع من التلاميذ. يا ترى إيه موضوع مخاطبة المسيح للآب؟ لما بنترمي على الله، لما بنخاطبه، إحنا بنحطه قدامه إيه؟ أعتقد بنحط أهم حاجات مش كده؟ أهم حاجات هي اللي بتشغلنا، حاجات اللي شغلانا هي اللي بنتكلم مع الله عنها، بنترمي على الله بسببها. طب إيه اللي كان شاغل المسيح؟ إيه الموضوع اللي المسيح بيتكلم عنه ويسجل عنه في المرة الوحيدة التي سجلت له صلاة تفصيلية؟ إيه هو الموضوع؟ عارفين إيه هو؟ تلاميذ. أو خليني بقول مش بس التلاميذ، لأنه بعدها قال لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. عارفين الكلام ده معناها إيه؟ معناها أنا وإنت وإنتي. المسيح وهو يخاطب الآب يتكلم عن إيه؟ مشغول بإيه؟ مشغول بينا. تخيلوا عندما نقف أمام هذا المشهد، ألا تخشع قلوبنا أننا نحن موضوع مشغولية المسيح، وهو خلاص رايح الصليب، ده آخر حديث ليه، بعد كده دخل في دوامة الصليب، آخر كلام ليه كان مع التلاميذ في أصحاحات 14 و15 و16، وكان مع الآب عن التلاميذ في أصحاح 17. شوفوا قد إيه إحنا موضوع مشغوليته. بيقول إيه؟ إيه موضوع الخطاب اللي المسيح بيخاطب الآب؟ شوفوا المسيح كان رايح السماء خلاص، وبيقول له هنا أنا آتي إليك، بس أما هؤلاء فهم فين؟ في العالم. والحقيقة هم مش هيمشوا، أنا ماشي، هم مش هيمشوا، دول عطيتك ليا. شوفوا الكلمة اللي تتكرر كتير في الأصحاح ده، الذين إيه؟ أعطيتاني، الذين أعطيتاني. وكانوا بيقول له بكل إعزاز، يعني دول أغلى حاجة أنت أعطيتاني على الأرض، أنا ماليش حاجة تاني على الأرض أغلى من دول، الذين أعطيتني بكل إعزاز. أنا ماشي وهسيبهم، بس على فكرة أنا ماشي وهسيبهم، بس هم دول اللي هيكونوا مكاني هنا على الأرض، هم دول اللي هيحلوا محلي على الأرض. ولهم احتياجات. الاحتياج الأول أنهم محتاجين للحفظ، أيها الآب القدوس احفظهم في اسمه، محتاجين للحفظ. لما كنت معاهم على الأرض أنا كنت بعمل إيه؟ أحفظه. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلال. أنت أعطهم لي حفظتهم، بس أنا ماشي، عشان كده بوصيك عليهم، بقول لك هم محتاجين، محتاجين للحفظ، مين يحفظهم غيرك؟ لكن محتاجين لحاجة تانية اللي قال عنها كده، محتاجين أن يخصصوا زي ما أنا كنت عايش في العالم بتاعك أنت بس، محدش تاني ليه حاجة في غيرك، ودول اللي هيحلوا محلي، فهم محتاجين يقدسوا في الحق، محتاجين يخصصوا ليك علشان ينفعوا يمثلوني لما يبقوا هنا، وينفعوا هم يتعاملوا معاك. وزي ما انت كنت بتبص للسماء، بتبص من السماء، بتبص عليا فرحان بيا، هم المفروض يكونوا في هذه الحال. هو ايه اللي كان يفرح قلبك؟ كانه بيقول للاب كده، ايه اللي كان يفرح قلبك على الارض؟ ما فيهاش حاجه تفتح النفس، صح ولا لا؟ لكن كنت بتبص عليا انا، تلاقي واحد يفتح النفس، هسيب دول بقى مكاني عشان لما تبص عليهم يبقوا ايه؟ يفتحوا النفس. بس عشان يحصل كده قدسهم في حقك، هم محتاجين لهذا الامر، محتاجين انهم يتخصصوا،
محتاجين انهم يبقوا مختلفين عن العالم اللي حواليهم، محتاجين انهم يفرزوا عن هذا العالم وتكون فيهم يشكلوا بطريقة مختلفة عن العالم علشان اكون انا فيهم، هم يمثلوني هنا. لا فيهم حاجة من العالم، لكن كل اللي فيهم بضاعة سماوية، صنف إلهي، صنف إلهي رائع. هو ده المفروض يكون كل اللي فيهم. وببساطة هي دي معنى قدسهم. ما معنى قدسهم؟ الناس دولة في العالم بس مش من العالم، مش منه، وبالتالي لابد أنهم يكونوا مختلفين عنه. مش بس مختلفين عنه في الشكل، مختلفين عنه في الشكل وفي الجوهر. هم مش منه، هم بضاعة تانية، هم صنف تاني سماوي، فالطبيعي أنهم يكونوا مختلفين عنه. قدسهم، خصصهم. خلوني أقول كيف يتشكل أولئك الناس، إزاي يتشكل المؤمنين والمؤمنات، إزاي يتشكل هذا الكيان الإنساني بتاع إنسان على الأرض لكن مش من الأرض، وبيمثل المسيح على الأرض وبيتعامل مع الآب في السماء زي ما كان المسيح بيتعامل مع الآب. شكله مفروض يكون إيه، وجوهره مفروض يكون إيه. كيف يتشكل هذا الكيان، وكيف يتشكل الفكر، وكيف يتشكل القلب، ما هو الذي ينبغي أن يحتل أفكارهم، وما هو الذي ينبغي أن يحتل قلوب الناس دولة علشان يكونوا في الوضع الصحيح اللي أنت تتبسط بيه من السماء. احفظهم في اسمك، لكن كمان قدسهم في إيه؟ قدسهم في حقك. كلامك هو، كلامك هو حق. خلوني أقول كلمتين بسرعة عن الحق عشان أدخل في موضوعنا. إيه هو الحق؟ إيه هو الحق؟ ببساطة الحق زي ما نفهم مثلا من تسالونيك الثانية 2 انه عكس الكذب، عكس الزيف. في كذب ولا لا؟ الكذب هو ضد الحق، عدم الصدق ضد الحق. الزيف الحاجة المزيفة دي مش حقيقية، دي مش حقيقية. فالحق هو الشيء الحقيقي، عكس الكذب. من تسالونيك الاولى 2 زي ما قلت يقول الرسول عن الناس اللي هيتبعوا الوحش والنبي الكذاب، لم يقبلوا محبة الايه؟ الحق. هم مش عايزين يحبوا الحق، الحق تجيل عليهم. سيرسل الله لهم عمل الضلال عشان يصدقوا ايه؟ عشان يصدقوا الكذب. لم يصدقوا محبة الحق لكي يخلصوا. اللي يحب الحق يخلص. طب وبعدين؟ لا، مدام ما صدقوش محبة الحق يبقى يصدقوا ايه؟ محبة الكذب. وقبل ما اقول كلمتين عن الحق اقول كلمتين عن الكذب. الكذب ببساطة هي البضاعة اللي أدخلها الشيطان إلى العالم. مين اللي دخل الكذب إلى العالم؟ شيطان. والكتاب قال ده مش غريب، لما يتكلم بالكذب في يوحنا 8 شيطان لما يتكلم بالكذب ده مش غريب، لأنه يتكلم مما هو له. دي البضاعة اللي موجودة عند الشيطان، وهنشوف إزاي. فمش غريب أنه يتكلم بالكذب لأنه كذاب، وأبو كل كذاب. كل الناس اللي عايشين حياة الكذب ده أبوهم، ده الأب الأدبي، الأب الأخلاقي لناس العالم اللي عايشين حالة الإيه؟ اللي عايشين حالة الكذب ومش عايشين حالة الصدق. في قصة كذاب دي يعني شوفوا، بدأ تكوين العالم بالكذب، وبعدين بقى العالم في شكله كله كذبة كبيرة، وبعدين اتملى العالم بكل المبادئ التي ليس فيها صدق لكنها كاذبة. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا فاكرين بداية حديث الشيطان مع حواء كان ايه؟ كان ايه؟ كان مليان بايه ببساطة؟ بالكذب، مش كده؟ يعني هو اللي حصل، ربنا قال لهم، قال لآدم يوم تأكل من الشجرة ايه؟ طب والشيطان قال ايه؟ لن تموت. ده ايه؟ كذب، مش كده؟ قال لهم حاجة تانية على فكرة، مش بس مش هتموت. وكلمة مش هتموتوا دي تعرفين تتضمن ايه؟ تتضمن ان الخطية ليس لها عقاب، صح ولا لا؟ ما ده معناها كده، ربنا قال هعاقبكم على انكم ما تسمعوش الكلام، بس الشيطان بيقول لهم ايه؟ لا مش هتموتوا، ما تصدقوش ربنا. كذب ولا مش كذب؟ كذب. لكن قال لهم حاجة تانية، يوم تأكلان منها تصيران كالله ايه؟ عارفاي، ده هتفتح عينيكم. ده انت يا عم جرب، انت ليه خايف؟ جرب هتتفتح عينيك. بس الناس بيقولوا عليها وحشة، ولو انا دخلت في المجال ده انا ممكن اضيع. جرب وما تخافش، لا مش هتضيع،
ده انت هتتفتح عينيك، ده انت هيبقى عندك خبره. بدل ما تصدق كلام الناس جرب كل حاجه. انتوا عارفين ان في حاليا ترند في الدنيا يقول لك جرب كل حاجه، مش كده؟ ما تقوليش انها وحشه غير لما جربها، ماشي؟ بس انت لما تجربها تبقى دخلت في الوحش وهتتلسع منه. ايه ده؟ كذب. شوفوا، ما فيش حاجه ترفع شانكم، ما فيش حاجه ترفع شانك يا حواء قد انك تاكل من الشجر وانك تسمع الكلام، انك تعمل الخطيه. لانك يوم تاكلان منها تصيرانك ايه؟ يعني ايه ده؟ انت لما هتاكل منها يترفع شانك جدا جدا جدا. ايه ده؟ كذب كذب كذب. بدا العالم بالكذب، وبعدين كون عالم بقى. العالم اللي احنا فيه ده جذاب ولا مش جذاب؟ جذاب قوي، صح ولا لا؟ له بريق ولا ملهوش بريق؟ له بريق. مغري ولا مش مغري؟ مغري. مش الكتاب قال لنا ان كل ما في العالم هو عباره عن ايه؟ شهوه الجسد وشهوه العيون وايه؟ وهذه الاشياء ليست من الاب بل من العالم، بس هي مغريه جدا بالنسبه لنا، مغريه جدا بالنسبه لنا. عالم له بريق وله جاذبيه، لكنها جاذبيه كاذبه. البريق بتاع العالم كله ده كذب ولا مش كذب؟ اللي بيقول لك الخطيه ترفع وترجي. شفتوا الخطيه بتعمل ايه على صفحات السوشيال ميديا في الفتره اللي فاتت؟ ناس فوق قوي، والناس كانت تبص لهم من بعيد، والواحد منهم يتحكم في محكمه بحالها، صح ولا لا؟ وحصل ايه؟ شوف الخطيه عملت في ايه. يا على الخطيه، يا على الخطيه. البر يرفع شان الامه وعار الشعوب الايه؟ الشيطان بيقول ان الخطيه ترفع، كذب. وبعدين يقول الخطيه ملهاش عقاب، كذب. ايه ده؟ بدا بكذبه وكون عالم بكذبه، وخلى العالم له بريق جذاب ممكن ياخدنا وراه. مفيش حد كبير يا شباب، صح ولا لا؟ حاليا بريق العالم بيجي غير عادي، تطلع من حاجه تدخل في حاجه، يغريك بحاجه وتدخل في حاجه تانية. القصه مش مخلصه، عايز يلهينا دورة دورة دورة. ده طب والكلام ده صدق ولا كذب؟ دي عباره عن كذبه كبيره، دي فقاعه هوى. وهيجي اليوم، هيجي اليوم الذي الارض والمصنوعات التي فيها ايه؟ سوف تحترق بالنار. العالم نفسه كذبه، والمبادئ اللي حاططها اللي احنا بنسمعها حتى في الاوساط الروحيه مليانه كذب. يعني هو الشيطان حتى في الاوساط الروحيه بيدخل افكار في منتهى الغرابه. يقول لك الانسان، على فكره الانسان خير بطبعه، صح؟ خير بطبعه، بيتولد خير، يعني بيتولد يحب الخير. الانسان الفطره بتاعته فيها خير، بس اللي بيبوظه الناس اللي حواليه، الاباء والامهات والمجتمع، هو ما اللي بيبوظ الانسان، لكن الانسان نفسه خير. ايه رايكم في الكلام ده؟ كذب ولا مش كذب؟ كذب. شوفوا الكتاب يقول ايه عن الانسان، ما هو ده الحق بقى. بشوف الفرق بين الحق والكذب. يقول لك الانسان يقدر. يا عمي اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك تقدر. حارب لاجل نفسك. يا يقدر ولا ما يقدرش؟ كذب كذب. من إعلان الله عن فساد الإنسان، هنجيله بعد شوية. من إعلان الله عن عدم قدرة الإنسان، ده حتة حاجة بسيطة بتجيب بوز أتخن واحد الأرض، صح ولا لا؟ حاجة بسيطة، ربما عادة بسيطة. مش عايز أتكلم في قصص بحضرها عشان بلاش قصص، لكن شفت حاجات ناس لهم قدرة غير عادية، لكن حاجة فسفوسة بسيطة جداً جابت بوز الارض. ايه ده؟ معلش، ما اللي مش ضعيف قدام دي ضعيف ايه؟ قدام دي. وكل انسان طبيعته ماله يا على الضعف، ملهوش حدود. الشيطان عمال يقول كلام، يقول لك بص بقى كذب. الله ده لما تقرب منه، على فكره بصراحه القرب من الله ده نكد وحرمان، بيقول كده ولا ما بيقولش؟ هتقرب منه هتتحرم من دي، وممنوع عليك دي، وما تعملش دي، وما تسويش دي، وتخاف من دي. يا عم بعد عن الله، لان طريقه هو الحرمان. كذب ولا مش كذب؟ كذب. او يقول لك حاجه تانية، على فكره الله حنين جدا وراقي جدا، ما هو ممكن يجيبها لي عن يمين وعن الشمال،
ولان الله حنين جدا ورقيق جدا وبيحب وراقي جدا، اوعى تصدق انه هيودي جهنم، اوعى تصدق ان جهنم ابديه، اوعى تصدق ان جهنم نار حقيقي، اوعى تصدق الكلام ده. ليه؟ يقول لك تتعارض مع محبه ايه؟ يا سلام، كذب ولا مش كذب؟ كذب. شوفوا الشيطان شكل اناس هذا العالم، احنا بنتكلم عن تشكيل المؤمنين بالحق، لكن الشيطان شكل اناس هذا العالم بطابع الكذب في كل شيء، يروا الامور ليست حقيقيه، يعيشوا حياه ليست حقيقيه، ينجرفوا في طموح ليس حقيقي، يمتلكوا حياه وكل الحاجات دي تنتهي ونحس انها ما تسويش. ايه اللي حاصل؟ اصل هو خلانا نجري ورا كذبه كبيره. باختصار، الحق عكس الكذب. لما ندخل على الحق بقى، الحق حلو قوي. الكتاب ببساطة يعلمنا انه المسيح هو الحق، صح ولا لا؟ وكلمة الله هي الحق، صح؟ والروح القدس هو الحق، والله ليعرفوك انت وحدك الاله الايه الحقيقي. الله اله حق، ايوه الله اله حق. الكتاب يعلمنا كده. المسيح هو الحق معاشا. عايزين تشوفوا الحق؟ عايزين تشوفوا مناظر الحق كيف عاش شخص، عاش حياة حقيقية وكان الحق يملكه، شخص اللي قال لله من قبل ما يجي لأن شريعتك فين؟ في وسط أحشائي. هو ده الحق. عايزين تشوفوا واحد فيه الصفات العجيبة الرائعة اللي ما كانتش موجودة على الأرض قبل كده ولا ممكن تكون موجودة في حد تاني بعد كده. المسيح هو الحق. هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الناموس بموسى أعطي، والنعمة والحق بيسوع المسيح إيه؟ خدوا بالكم، مش النعمة، مش المسيح جاء عشان يشرح لي إيه النعمة ويشرح لي إيه الحق، لا. المسيح لما جه كان هو نفسه النعمة متجسدة تتمشى بين الناس. اللي شوف المسيح، أيوة كانوا يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من إيه؟ لما يتكلم كلام نعمة، لما يجرب من الناس يجرب بأحاسيس نعمة، لما يلمس حد يلمس بجو نعمة، لما يكلم حد يفيض قلبه بالنعمة. هو كان النعمة متجسدة، مش جي يشرح للنعمة هي إيه، إحنا بنشرح لبعض، لكن هو كان النعمة متجسدة. كما أنه كان الحق، مش حق، لكن كان الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح ايه صلاة. كان هو الحق، نعم. الناس فاكرة ان النعمة عكس الحق، لا طبعا. ان كانت النعمة هي اعلان قلب الله للانسان مستغلا خطاياه، فالحق هو اعلان كل صفات الله الرائعة والجميلة. عاش المسيح كالحق على الارض، واظهر لنا الحق معاشا، والروح القدس هو الحق عاملا في قلوب المؤمنين عشان يقدسهم في الحق. الروح القدس هو الحق الذي يعمل في قلوبنا عشان يخصصنا عشان نعيش الحق، زي ما قال الرسول يوحنا من شوية ما قالت لكم، يقول الحق الذي إيه فيك، يعني يبقى الحق فينا. مين اللي ينشئ الحق فينا؟ الروح القدس الذي هو الحق. لكن بعدها يقول وتسلك بالإيه؟ تسلك بالحق. جميل إن احنا نعرف الآية بتاعت أصحاح 5 من يوحنا الأولى، أن ابن الله قد جاء وأعطانا إيه؟ بصيرة لنعرف الحق. يعني احنا من حقنا نعرف الحق. الإجابة أيوة، بس بصوا مش بالعين البشرية خالص، لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما إيه لروح الله، لأنها عنده إيه جهال. أعطانا بصيرة. المؤمنين أصبح فيهم جهاز استقبال، يستقبل الأشياء اللي ما كانوش يستقبلوها قبل الإيمان. أقول تاني التعبير ده، المؤمنين لما خدوا الحياة الإلهية، الحياة الإلهية ده جهاز استقبال إلهي، تستقبل الإعلان الإلهي، تستقبل كلام الله وتفهمه زي ما الله عايز يقوله. ده ما كانش موجود عندنا قبل الإيمان. قبل الإيمان كانت الحياة الروحية دي طلاسم ثقيلة على الذهن البشري، لأن الإنسان الطبيعي إيه؟ لا إيه؟ لا يقبل، يعني هو مش عايز يقبلها ولا يستطيع أن يعرفهم. لكن بعديها على طول الكلام ده في كورنثوس الأولى 2، أما الروحي فيحكم فيه كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد. المسيح كان هو الحق وكان هو الحق معاشا. وإن كان الشيطان كون عالم بكذب وكون عالم كذبة كبيرة،
فالمسيح هو الذي أعلن لنا الحق في حياته. لما اتكلم عن جهنم، جهنم حقيقة ولا مش حقيقة؟ لما اتكلم عن الخطية، الخطية مؤذية ولا مفيدة؟ يا هو بس اللي يعرف انها. الشيطان بيقول لكم مفيدة لما تاكلها تتفتح عينيك، مش كده؟ تتفتح عينيك يا مغمض، تتفتح عينيك. والحقيقة ده إله هذا الظهر عمل ايه؟ أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. الخطية الحق يعلن لنا أنها طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلها ايه؟ مين أقوى من الخطية؟ في حد أقوى من الخطية؟ اللي كانوا بيسموه جبار، مش كانوا بيسموه جبار؟ شمشون صح ولا لا؟ كان جبار. أقوى من الخطية؟ المسيح هو الحق الذي يعلن لنا حقيقة الأشياء. الإنسان قوي، المسيح قال كده، من يعمل الخطية هو إيه؟ عبد للخطية. إيه ده؟ هو ده الحق. الشيطان عمال يقول كذب كذب كذب. المسيح لم يكلمنا عن الإنسان، يكلمنا الحق. الإنسان ضعيف ولا قوي؟ شوف المسيح وهو بيقول للتلاميذ بدوني لا تقدرون إيه؟ أن تفعلوا شيئا. الإنسان فاسد ولا خير؟ شوف الكتاب، شوف الرسول بولس لما بيقول في روميا 7 إني أعلم أنه ليس ساكن فيا، أي في جسدي إيه؟ يعني كم حاجة كويسة فيك يا عم؟ نسبة كم في المية فيك كويس؟ فيك مليون حاجة، كم واحدة فيهم كويس؟ يقول في المليون ولا حاجة. إيه ده؟ هو ده الإنسان، لأنني بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي. هذا هو الصدق، هذه هي الحقيقة، هذا هو الحق، عكس الكلام اللي بيقوله الشيطان خالص. مفاهيم عن الإنسان، مفاهيم عن الخطية. الشيطان يقول كذب، والله يقول حق، والمسيح يعلن الحقيقة لأن المسيح هو الحق. لكنه أعلن أيضا لنا إن كانت الخطية مرعبة، مرعبة طبعا، تودف ده تودف ده هنا وهناك، لها حصاد ولها عقاب أبدي، دخان عذابهم يصعد إلى أبد الأبدين، هي حقيقة. لكن يعلن لنا من الجانب الثاني هذا الإله القدوس الذي يعلن لنا بشاعة الخطية، يعلن لنا محبة الله، ويعلن لنا أن دم يسوع المسيح ابنه يعمل إيه؟ يطهر من إيه؟ كل خطية. ما فيش نوع من الخطايا ما يتطهرش، وما فيش كمية خطايا ما تتطهرش بدم المسيح. بس الخطايا خطايا مرعبة، لو قعدت عليا مرعبة إلى الأبد، لكن المسيح يقدر يرفعها. إن كان الله قد أعلن لنا بشاعة الخطية، لكن الحق يعلن لنا روعة وكفاية عمل المسيح الذي يرفع. هذا هو ذا حمل الله الذي يعمل إيه؟ يرفع. هو ذا اللي يرفع بس وحده، هو الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الإعلان الإلهي، وهذا هو الحق. بس عايز أذكركم بحاجة ما تنسوهاش، الحق هو كل المكتوب. يعني الحق مش جزء من الكتاب، عارفين ليه؟ لأن الشيطان كان بيستخدم جزء من الكتاب، صح ولا لا؟ ولما الشيطان يستخدم جزء من الكتاب يبقى ده حق؟ لا. اللي عايز يعرف الحق، كلمة الله حق، قدسهم في حقك، كلامك هو إيه؟ كلامك هو حق. عايز تعرف الحق، حقك تعرف الحق، أعطانا بصيرة. بس اوعى تتمسك بحاجة بإرادة ذاتية وتقول هي كده الكتاب قال كده. ما دي بقى في شيء من الكذب الشيطان دخله في مخاخ المؤمنين، منها مثلا إن المؤمن ممكن يهلك. دي معلومة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة عند مؤمنين ولا مش موجودة عند مؤمنين؟ ويعيني مع الشيء معيشهم عزبان، هم مش هيهلكوا بس عايشين معذبين، صح؟ معذبين. لكن المؤمن لما يجي عند الحق يقول الحق بيقول، الحق يقول ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي، أنا والآب واحد. إيه ده؟ هو ده الحق، هي كلمة الله. حطوا الكتاب جنب بعضيه علشان نعرف ليه الحق. في الآخر الموضوع الرئيسي بقى، هي دي كانت مقدمة. الموضوع الرئيسي كيف 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 كلمة الله، الكلمة الرائعة اللي سمعنا عنها كتير وهنسمع عنها كتير في المؤتمر ده، كيف تشكل شخصياتنا؟ كيف تشكل شخصياتنا لنتقدس؟ ما هو دور كلمة الله في تشكيل شخصياتنا؟ بس عايز قبل ما ادخل في دي اقول لكم على حاجة، ده متوقف على طريقة تعاملنا مع الكتاب. اقول تاني، ما واحد يقول انا بقرا الكتاب بس ما فيش تغيير، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب انت بتقراه ازاي؟ قول لي بتقراه ازاي وانا اقول لك التغيير مش بيحصل ليه.
كيف تقرأ الكتاب؟ كيف تتعامل مع الكتاب؟ العلاقة الشخصية بالكتاب يا شباب مهمة جدا. أخي الحبيب يوسف وهو بيتكلم قال خسارة يبقى عندنا كتاب رائع زي كده وما نقدروش حق التقدير، وخسارة يبقى عندي كتاب ممكن يبقى مؤثر حية وفعالة بالشكل ده وما تعاملش معاها كما هي ككلمة الله علشان تغير حياتي. بصوا يعقوب بيقول في يعقوب 1 اقبلوا بوداعة الكلمة الايه المغروسة. يعني الكلمة بلاش ان الكلمة تعدي سطحية على الذهن، بلاش اننا ناخد معلش سوري يعني بلغة الايس كريم، يعني بلاش ناخد لحسة من الكتاب. اقول تاني الكلمة المغروسة، عارفين يعني ايه مغروسة؟ مغروسة داخل عميق. اقعد قدام كل آية وقول له دخلها عميقا في كيان، ما تنطش من آية لآية. ليه مستعجلين؟ ليه احنا عايزين نخلص كمية عشان نريح ضمائرنا؟ انا خلصت السفر الفلاني، حلو ان يحصل كده، لكن قراءة الكتاب قبل ما تكون كما هي نوعا. الذي يغير في الكتاب هي نوعية قراءتك للكتاب، الكلمة المغروسة القادرة، عشان ما تكونوش سامعين خادعين ايه نفوسكم، لكن سامعين ايه عاملين بالكلمة. اترك الكتاب ليدخل عميقا في كيانك من ناحية. شكرا يا عمي. لكن من ناحية اخرى مع كل آية صلي وقول له عيشني الآية دي، عيشني الإعلان الإلهي ده، حتى الحاجات البسيطة. يعني مثلا لما نقرأ عن إحنا أولاد الله، إيه رأيكم في دي؟ إيه رأيكم فيها؟ ناخدها كده ببساطة وحافظينها، وكل واحد ممكن يجيب لي 10 آيات عن إن إحنا أولاد الله، صح ولا لا؟ لكن أمام هذا الامتياز كيف يقف القلب مشدوها؟ وكيف تنظر العينين إلى السماء؟ أنا واحد من أولاد الله؟ هل دي حقيقة؟ أيوة هي حقيقة، هو ده الحق. بس انت مش هتستمتع بيك الحق اللي يغير حياتك وتعيش كواحد من اولاد الله الا اذا اتغرست هذه الحقيقه عميقا في كيانك. فالكلمه المغروسه التي تغير هي دي اللي هتخلينا سامعين ايه عاملين بالكلمه. عايز اعيش كلامك يا رب، مش عايز مجرد اجراه حاجه سطحيه في كيانك. اعمل معروف، خلينا امام كل عباره نقف قدامها ونركع قدامها وقدام كلامك الرائع ونقول لك عيشنا، عيشنا الحق ده. خلوا الحق يدخل إلى القلب. قبأت كلامك فين؟ في قلبي لكي لا أخطئ إليه، لكي لا أخطئ إليه. كم أحببت شريعتك. بصوا الكلام ده، واحد كان على جده، صح ولا لا؟ كم أحببت شريعتك، يقول له بتقراها قد إيه؟ عارفين يقول له إيه؟ اليوم كله هي لهجي. يعني إيه اليوم كله لهجي؟ يا بقرأ يا بفكر يا بتناقش يا بسمع يا بلهج يا بكتب الكتاب، وكل موقف يقابلني بتجيني آية من الكتاب تنطبق على الموقف ده يحذرني منه أو يخليني أندمج معاه. الكتاب هو كل شيء عندما يكون الكتاب بهذا الشكل رائع. حاجة تانية، التحذير التاني، اعملوا معروف، ما تاخدوش الكتاب كشيء من كلمة الله بصفة عامة، سواء وانتوا بتقروا الكتاب أو أنتم بتسمعوا خدمات أو بتسمعوا الكتاب. أوعوا تخلوا الكتاب عبارة عن حالة للانسجام، عارفين الانسجام والنشوة؟ يا ده حتة وعظة. وعظة إيه؟ هي متقالة عشان سعادتك تقول عليها حتة وعظة؟ هو القصة مش كده خالص. بلاش الكلام بتاع حزقيال 33 يقول وأنت لهم كشعر إيه؟ أشواق لجميل الصوت يحسن العزف. يعني كل حاجة جميلة، الكلام جميل واللحن جميل والجو جميل والعزف جميل والصوت اللي بيتكلم جميل، ايه الروعة دي؟ لكن بصوا الآية اللي قبلها على طول، عدد 31 من حزقيال 33، يسمعون كلامك ايه ولا يعملون به. احنا في أيام أصعب ما فيها أن الأجواء الروحية أصبحت أجواء الانسجام والنشوة، عايزين نتبسط. لا ده ممكن كلمة الله تبكيني، صح ولا لا؟ ممكن كلمة الله تبكتني، صح؟ هو ده الحق. الحق هو كلمة الله تأخذ مفعولها،
مش مجرد الانسجام. لا، ما ينفعش بالشكل ده. بالشكل ده لما نتعامل مع الله، كلمة الله بالشكل ده تبقى مغروسة عميقا، طالبين انها تطبق، اعتقد هتبقى الكلمة مؤثرة جدا. الحاجات اللي بعد كده، بصوا، اللي الحق ده هو الاكل بتاع كل يوم. اقول تاني، هو الاكل. كنت مش الرب يسوع قال كده؟ مش قال كده ولا ما قالش كده؟ تثنية 8 قال كده، ومتى 4 قال كده، ليس بالخبز وحده. عايزين الخبز؟ ها، تقدر تستغنوا عن الخبز. طبعا مش بتكلم عن العيش، عشان انا عارف ان كل الشباب مش بياكلوا عيش، بياكلوا غموس بس. تقدر تستغنوا عن الخبز؟ الاجابة لا. تقدروا تعيشوا من غيره؟ مستحيل. تقدروا تعيشوا من غير كلمة الله؟ ممكن. اهو ده الخطورة، ده الخطورة. انت عايز الكلمة تبقى الحق الذي يغير كيانك ويقدس حياتك عشان تبقى زي المسيح؟ ما هو التخصيص معناها ان انا بتخصص تمام زي ما كان المسيح، كله بتاع الله. انا عايز كل يبقى بتاع الله، فيهاش حاجة من العالم خالص، ما فيهاش اثر ولا فتفوتة من العالم. هل ده ممكن؟ الاجابة ممكن. بس متى كلمة الله تأخذ مكانها؟ كل يوم. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من، هي دي كل كلمة تخرج من فم الله. وبعد ما تفطر الصبح، قبل ما تفطر الصبح قل له عايز أفطر منك، عايز روحي تفطر قبل ما جسدي يفطر. هل ده مهم؟ جدا. هو ده الحق وكلمة الله التي تغير والتي تقدس. شوفوا الرسول بولس مع خصوص كنيسة أفسس في أعمال 20، بيقول لهم أنا ماشي زي ما المسيح هنا قال أنا ماشي، وقال الآب قدسهم في حق كلامك هو إيه؟ حق. الرسول بولس قال كلام شبيه بكده، لكني أستودعكم يا إخوتي. هسيبكم ليه؟ لله ولا إيه؟ كلمة نعمته. مالها دي؟ مالها الكلمة؟ يقول القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. يعني قادرة أن تبنيكم يا إخوة أخوات يا شباب. إحنا بناء، كل يوم بيضاف لي طوبة، أنتوا عارفين كده. كل يوم مفروض يضاف لكياننا حتة من المسيح. المسيح ده حاجة عظيمة جدا بلا حدود، مش كده؟ ولما الكتاب اتكلم عن حاجة واحدة بس، عن محبة، وقال تعرفون محبة المسيح مالها؟ فائقة المعرفة. إذن كل يوم يضاف مرة، يضاف عندي حتة من اتضاع المسيح، ابقى رافع راسي كده ومنفوش، وازاي يقولوا عليا كده؟ اول ما حتة اتضاع المسيح دي تيجي ابص الاقي نفسي ايه؟ وطيت. مرة يضاف عليا حتة من صبر المسيح ووداعته وحلمه. مرة يضاف عليا حتة من عطاء المسيح. مرة يضاف عليا حتة من قداسة المسيح، فارتعب من الشر من بعيد واهرب واطلع جري. كل مرة تضاف حتة. هو ده قصة كل يوم. عشان كده ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بإيه؟ عايزين تعجبوا كل كلمة. كلمة الله قادرة أن تبنيكم. كل يوم تحط في حياتكم طوبة جديدة، حتة جديدة من المسيح. عن طريق إيه؟ أنا هعرفه منين؟ من غير الكتاب مش هنعرف المسيح. ومن غير الكتاب، في ناس يقولك أصلا أنا أهم حاجة عندي الصلاة، أنا بحب أقعد أصلي كتير قوي وبقرأ الكتاب قليل. بصراحة من غير زعل بيقول كده، يبقى بيصلي غلط. ليه؟ لأن ما عنديش مادة للصلاة أتكلم فيها مع الله إلا في الكتاب. أنا بخاطب الله من كتابه وبسمعه في كتابه، وأنا قاعد بسمع وبقول صلي كويس، حلو أنك تصلي عدد كبير من الساعات، لكن من غير الكتاب تصلي منين؟ هتجيب منين؟ مفيش. هذا هو تعاملنا مع الكتاب. قصة كل يوم بيبني حياتنا. لكن خلوني كمان أذكركم بحاجات رائعة بيعملها الكتاب في حياتنا. الكتاب بيشكل القلب، صح ولا لا؟ يملى القلب. وزي ما قلنا بيشكل، ما هو ده تشكيل، شكل القلب، شكل الفكر، شكل الإرادة، شكل الضمير. شوفوا حاجات كتيرة جدا رائعة في الكتاب لما ناخدها تزبط وتصلح فينا. يعني على سبيل المثال ضمائرنا مثلا، انتوا عارفين ضمائرنا دي السكيل بتاعها واسع قوي، صح؟ في واحد ضميره يفوت جمل، عندوش مشكلة، بلاش تبقى مقفل يا عم، مين قال ان دي خطيه؟ يا عم وسعها، خلي ربنا يوسع علينا. وفي واحد لو ابتسم يروح يعترف بها كخطيه، لانه بيعتبر ان الابتسامه او الضحكه بصوت عالي خطيه. ده موجود وده موجود. في ضمير مقفل قوي وفي ضمير مفتح قوي. طب نروح فين؟ نظبط روحنا على ايه؟ اجيب منين الصح والغلط؟
أعرف منين إن دي تتعب الضمير ولا ما تتعبش؟ ما الضمير أنا اللي جاي له إن دي غلط. بلاش أحكي ولا هحكي؟ في ليه أحكيها؟ لأن ده مشكلة فيه أنا. زمان اتخانقت مع واحد صديقي، بس خناقة أخ مؤمن، كنا احنا الاثنين بنخدم مع بعض وبنزور مع بعض ولا زلنا احيانا بنعمل كده يعني، بس خناقه جامده. وانا كنت اروح البيت واعيط، اقول لكم ليه بس ما حدش يضحك عليا، لان احنا صغيرين كان دايما اللي يجيب لنا هدايا يجيب لنا زي بعض، احنا كنا اصدقاء. ففي حد جاب لنا كل احنا الاثنين كل واحد حته قماش، كان زمان ما فيش بدل، الكلام ده في الاوائل السبعينات ما كانش فيه بدل جاهزه، فكنا بنفصل. فروحنا الاجتماع فصلنا البدلتين ورحنا، وانا فوجئت وصدمت ان الاخ عامل البدله بتاعته بفتحتين من ورا. يا لهوتي، الاخ عامل بدلته بفتحتين من ورا، هزور معاه ونروح مع بعض، ايه الروح العالميه دي؟ وانا كنت بروح قدام الرب وببكي. اتخانقنا مع بعض، ايوه اتخانقنا، بس انا ببكي وضميري تعبني وضميري مأنبني. ايه؟ مش انا عملت، لكن هو اللي عمل. عمل ايه؟ عمل فتحتين. النهارده انا بعمل بدله باربع فتحات. اقصد ايه؟ الضمير بيعوز يتفك. على ايه؟ اجيب منين عشان اتقدس يبقى الضمير صحيح؟ كلمه الله هي دي، هي ادرب نفسي اعمل 24 لكي يكون لي ضمير. ايه يعني ايه بالعصره؟ ضمير حساس من نحو الله والناس. بس على ايه ابرمج بضميري؟ على ايه؟ على كلمه الله، على كلمه الله. الفكر ايه مستوى الافكار اللي مفكر فيها؟ احنا قاعدين على الفيسبوك النهار كله عمالين نشوف حاجات والافكار عماله تيجي وعمالين نقول. الايه بتاعت فيليبي 4 افتكر من عدد 8، رسول بولس بيقول كل ما هو حق، مش كده؟ كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، ان كان فضيله وان كان مدح، ففي هذه ايه يعني؟ لتشمل حاجتين. الحاجه الاولانيه تحكموا في افكاركم ولا تجعلوا الافكار تتحكم فيكم. ده معنى افتكروا. افتكروا يعني وجهوا افكاركم. انتوا بتجيلكم افكار كتيره من الدنيا والدنيا مليانه بلاوي، لو سبتوا افكاركم للافكار اللي بتيجي على ذهننا، و85 الى 90% للاسف افكار بتيجي انفولنتري، يعني لو سبتوا افكاركم بالشكل ده هات كل زباله العالم هتجيلكم. لكن انتوا تحكموا في الافكار، انتوا فكروا في هذا، وجهوا افكاركم في هذا، انشغلوا بهذا، حطوا في مخكم انكم تندمجوا مع هذه النوعيه من الافكار. فمن ناحيه تقول لي انت تتحكم في فكرك، لكن من ناحيه ثانيه تقول لي ايه هي الافكار اللي تسمح بيها؟ خلي عندك مصفى. لما تجي لك فكره ولا لما واحد يقول حاجه ولا لما تقعد مع حد ويقول حاجه، هل هي حق؟ وفي حاجات كثيره مش عايز اتكلم. احنا بنموت في مسك السيره، صح؟ يعني يجيني خبر كويس عن حد ويجيني خبر وحش عن حد، بستقبل انه بانسجام نفسي الخبر السلبي، صح ولا غلط؟ جسد اللي فينا كده. الكتاب بيقول كل ما هو حق وكل ما عجيز. هل جليل؟ عارف يعني ايه جليل؟ عارف الحاجه الجليله؟ ساميه، راقيه، عائليه. نفسي نفتكر في الاشياء الرائعه. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ايه؟ ما فوق. هي دي كلمة الله اللي بتعلمني أفكر إزاي، تعلمني أتحكم فكري وتعلمني أفكر بهذا الشكل. حاجة تانية لعمل كلمة الله، إحنا كل يوم محتاجين لغسل رجلين، موافقين ولا مش موافقين؟ محتاجين لغسل رجلين ولا لا؟ ليه؟ التراب كتير، مش بتقابلوا زمايل، مش بتتفرجوا على حاجات، مش بتروحوا أشغال، مش بتروحوا كليات، مش بتروحوا مدارس. إيه رأيكم بتتعرضوا لإيه وانتم ماشيين من الكلام ده؟ كلام كلام كلام، صح ولا لا؟ الكلام ده ماله؟ كلام كتير جدا، ترابة بتيجي على رجلين. بتتعرضوا على واحد عايز ينتقم من واحد، واحد عايز ينهش سيرة واحد، وكلام تاني. أنا مش عايز أدخل في تفاصيل، بس أنا بتكلم على المبدأ نفسه. نحن نتعرض يوميا. قصة غسل الأرجل في كلمة الله هي عملية يومية للنظافة وللإنعاش. دي عملية يومية، دي مش عملية استثنائية
ماشية ممكن، بس مش بس كده إن أخطأ أحد، لا ده حتى لو ما عملتش خطية وانت ماشي في الدنيا، بلاوي الدنيا وأفكار الدنيا ومناظر الدنيا عمالة تجيب على دماغنا، محتاجين نغسل الكلام ده. أروح البيت تجيني فكرة زبالة، أروح البيت تجيني آية، أجاب الواحد من الإخوة يقول لي آية، إذا في حكي معايا عن المسيح. عشان كده الفدية بالذات الكتاب قال إن كنت أنا المعلم والسيد عملت كده، فأنا عايزكم أنتم تغسلوا بعضكم أرجل بعض، مش بس نعالج بعض لما يبقى في خطأ، لكن نستخدم كلمة الله عشان ننظف رجلين بعض كل يوم. لما قابل أخويا وحكي معاه في الكتاب، وتجاب لي أختك وتحكي معاها في الكتاب، لما تحضر الاجتماع وتسمع الكتاب، كل الكلام ده عبارة عن مادة الرب بيعمل بها إيه؟ بيغسل الرجلين، بيغسل الرجلين مطهرا إياها بإيه؟ بغسل الماء بالكلمة. المسيح بيعمل كده معانا، المسيح بيعمل كده معانا، وإحنا مفروض نعمل كده مع بعض، نعمل كده مع بعض، ونعمل مع روحنا. الإجابة أيوة، نعمل مع روحنا كل يوم. وروح شوف اللي سمعته كله وقيسوا على الكتاب، تبص تلاقي آيات الكتاب جات عشان تغسل الرجلين وعشان تنظف، وتروح ترجع الوضع النظيف عشان تدخل في شركة مع الله بلا معطلات. لكن كمان كلمة الله تنقي، صح ولا لا؟ كلام بتاع يوحنا 15، ما هو ده التقديس، كل ده داخل في قصة كيف نتقدس بالكلمة. أنتم أنقياء، قال كده المسيح، صح؟ لسبب إيه؟ الكلام الذي كلمتكم به. نقاوة معناها إيه؟ ده بيتكلم عن الكرم، أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان، مش كده؟ أنتم أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا يأتي بثمر لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر الأب يعمل إيه؟ ينقيه. اللي بيأتي بثمر ينقيه، ينقيه يعني إيه؟ ينزع الحشائش التي تعيق الثمر. مش بس غسل رجلين، التنقية غير غسل رجلين، غسل رجلين دي عملية نظافة يومية محتاجينها، زي ما قلت الحاجتين، النظافة التطهير والإنعاش. لما يبقى فيه غبار تبص تلاقي الواحد، عارف لما واحد يبقى عرجان كده وجسمه ملبك عليه، لما بياخد دش يحس بشيء من الإنعاش، هي غسل رجلين كده. التنقية معناها أن هناك قد تكون هناك أفكار خدت مكان وتزرعت ولها مدة موجودة، محتاجة لتنقية عشان الثمر لا يعاق. إيه اللي ينقيني في كده؟ مثلا حاجة أقول قلتها من شوية، مثلا إنجيل الثروة والصح على سبيل المثال، عارفينه ولا مش عارفينه؟ سمعتوا عنه؟ سمعتوا عن إنجيل الثروة والصحة؟ بيقول إن المؤمن مفروض يبقى أغنى واحد وصحته زي الفل، لا يعيا ولا يفقر ولا يجيله حاجة من بتاعة الناس، ما مؤمن. ده الإنجيل بتاع كده، إنجيل بيقول كده. وإيه المشكلة ده بقى؟ مشكلته إن لما واحد يحصل له ظرف نقول أصلا هو تعبان روحيا، يراجع نفسه مع ربنا، هو في مصيبة عملها البني آدم ده عشان كده ربنا مقفل عليه. ده عبارة عن إيه ده؟ ده عبارة عن شيء غريب زرع في الكيان ضد كلمة الله. هل كلمة الله بتقول كده؟ إطلاقا كلمة الله ما بتقولش كده. ده بتقول في مؤمن غني وفي مؤمن فقير، صح ولا لا؟ في مؤمن معتل صحيا وفي مؤمن صحته زي الفل. دي قصة ملهاش دعوة إطلاقا. ما نعملش زي التلاميذ اللي راحوا قالوا للرب عن الرجل الأعمى، عارفين قالوا له إيه؟ أهذا أخطأ أم؟ يا جماعة مش كده، ما تمشيش كده أبدا. ما ده لو القصة إن كل عائلة ولد عام عشان أبوها أخطأ، وكانوا كل العائلة هتولدوا عم لأن كل الأباء أخطأ، ده سؤال مش منطقي. دي عبارة عن إيه دي؟ دي عبارة عن حاجات لها جذور في الكيان تحتاج إلى نزع. إيه اللي ينزعها؟ أقف أمام الكلمة وأمام تعليم الكلمة وأمام معاملات الله التي ترفض هذا الفكر وتتنقى حياتي من هذا الفكر. كمان كلمة الله تغنينا، عارفين يعني تغنينا؟ تغنينا يعني عكس الكلام اللي كنت بقوله من شوية، الشيطان يقول لك إن المؤمن اللي مع ربنا ده يعني مفروض يحس بالحرمان. لا، له مفروض يحس بالحرمان ولا هو مفروض يعيش إنجيل الثروة والصحة، لكن هو يمتلك ما هو أعظم من ذلك. عارفين إبراهيم الرجل الجميل ده اللي قال هذه العبارة، رفعت يدي إلى الرب الإله الإيه؟ العالي، مالك يا عم؟ خدش منك ولا حاجة. ليه؟ لألا تقول أني أغنيت إيه؟ إبراهيم، بصوا كفقراء عندنا إعلان إلهي كده ولا كده ولا لا، لكننا نغني إيه؟ كثيرين.
صدقوني شفت إخوة غلابة جدا على جدهم ماليا وعلميا وكله، لكن الواحد منهم بيقعد وسط ناس متعلمين ولهم قدرة مالية وخلافه، هذا الشخص من غناه الروحي هم بيحسوا أنهم بيستمعوا له مجده، الغنى الروحي اللي فيه يحسوا أن الرجل ده شبعان قوي مع أنه ما عندوش حاجة، حاسس بالغنى مع أنه فقير، كأن لا شيء لنا لكننا نملك إيه؟ نعم نحن نملك كل شيء لأننا نملك من يملك كل شيء. مش احنا بنرنم الترنيمة المشهورة والمعروفة وبنقول وكل سيدي ليا صح ولي خيراته نحمتي، هو يكفيني ولا ما يكفيش؟ كلمة الله تعلمني ما معنى كفاية المسيح، وتعلمني الكلام اللي قاله الرسول بولس في فيليب 3 الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ وأنا أحسبها نفاية. لكن كمان كلمة الله، الوقت خلاص لسه. كلمة الله مسند، مسند، عارفين إنه إحنا بنرنم عندك مساند تدي إيه؟ ضمان. أحتاج كتير في مرات وأحس إن هخور هجع، كلام الناس ما ينفعش، تشجيعات الناس ما ينفعش، ألاقي فين مساند؟ ما ده التقديس، أنا بستند على الله، بستند على مواعيده، بستند على كفايته، بستند على مسانده، بستند على هو يقدر ولا ما يقدرش، وعنده نعمة ولا ما عندوش، عنده نعمة هيقف في صفي، يقدر أيوة يقدر، ده يطمني ولا ما يطمنيش. مش بس كده، ده أنا يبقى عندي يقين إن ما فيش حاجة حاصلة وهو مش موجود، ما فيش حاجة حصلت من وراه، لكن إحنا عارفين كويس قوي، عارفين الترنيمة اللي بتقول له كل الخيوط إيه؟ في يدك، كل الخيوط في يدك، اتعجدت جدا واتكلكع جدا ما ينفعش فيها الناس، انا منزعج جدا ايه اللي يسندني؟ ما هو ده نوع من التقديس، انا زي ما كان المسيح مسنود على الله في كل الصعبات عندما كان على الارض، انا كمان مسنود على الله في كل شيء يخطر ببالي روحيا او انسانيا من اللي حواليا او مني، فشلت من نفسي هو مش هيفشل، قلت لنفسي 100 مره لا هو مش قادر، ودي اخر حاجه هتكلم عنها بسرعه. كلمه الله هي القوه الوحيده للتحرير، عارفين التحرير مش كده؟ ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرانا، بعدين تعرفون قبليها، تعرفون ايه؟ الحق، والحق يعمل ايه؟ عدم ادراك كلمه الله يخليني اصارع مع الخطيه بطريقه غلط، إدراك كلمة الله يحطني في المكان الصحيح ويعرفني صراعي يكون إزاي ومسكني السيف، فأعرف ما معنى أنني قد مت مع المسيح، ولما أعرف أني قد مت مع المسيح هعرف معناها واتجه بكل قلبي للمسيح وبدي ظهري للخطية وبختبر القول دوسي يا نفسي بإيه؟ دوسي يا نفسي. كلمة الله ممكن تعمل كده؟ لا كل ده؟ لا كل ده وأكتر من ده، مش عايز أطول لكن أعمله معروف، مش هتعمل كده إلا إذا تعاملنا معاها صح، مش هتعمل كده إلا إذا تغرست في الكيان، مش هتعرف كده، مش تعمل كده إلا إذا كانت عندنا لهج في كلمة الله كل يوم، مش هتعمل كده إلا إذا ابتعدنا عن أن تكون كلمة الله والخدمات والأجواء الروحية هي أجواء الانسجام النفس الخادع وأجواء النشوة، واحنا نبقى في منتهى النشوه ومنتهى الاستنسجام وحالتنا من جوه خربانه وفي سوس عم ياكل فيها، هو ده اللي بيحصل. لكن اذا خدنا كلمه الله بجديه ليس فقط لهذا لكن تعمل في الكيان وتغرس في القلب، تاكدوا ان الكلمه سوف تقدسنا تدريجيا ونبقى زينا زي المسيح، والسماء تبقى فرحانه، الله يبقى فرحان، والعالم يشوف فينا حاجه غريبه جدا، لما هيشوفونا عارفين هيشوفوا مين؟ هيشوفوا المسيح زي ما كان المسيح على الارض. يا بخت كل واحد بيعرف يركع قدام الكتاب وبيعرف يلهج في الكتاب، وخسارة الزمن اللي عدى اللي ما بيعملش كده، اعملوا معروف اعملوا كده، وانتوا هتختبروا هذا القول، قدسهم في حقك كلامك هو حق. خلونا نصلي مع بعض دقيقة ونترمي على الرب كلنا. خلونا نعود لعلاقة شخصية بالكتاب
والإمساك بالكتاب والتعلق بالكتاب. هذا هو طريق التقديس، أن نتقدس يعني نبقى زي المسيح، نتخصص لله بالتمام. تتشكل أوانينا، إحنا عبارة عن أواني، تتشكل بكيفية إلهية. البضاعة الإلهية تملانا، الله بكل ما عنده يملانا، وزبالة العالم تطرد مننا. خلونا نتضرع للرب ونطلب منه كده. يا رب أنا نشكرك من كل القلب لأنك أعطيتنا أثمن وأغلى ما في الوجود. في إيه تاني أغلى من كلامك ولا أروع منه؟ وفي إيه تاني مؤثر وحي وفعال على حياتنا زيه؟ اعمل معروف، ما تخليناش نهمل كلامك تاني. اعمل معروف، ما تخليناش نركن كتابك تاني. اعمل معروف، ما تخليناش نتعامل مع الكتاب بسطحية. اعمل معروف، ما تخليش الأمور الروحية عبارة عن نشوة بتاعت وقتها، لكن اغرس كلمتك في قلوبنا يا رب. خلينا نمتلئ منها، خلي قلوبنا تمتلئ منها، وخلينا نشعر بالغنى الإلهي نتيجة امتلاء قلوبنا منها. أشكرك لأجل هذه الكلمة الرائعة، أشكرك لأجل كل آية ولأجل كل كلمة ولأجل كل حرف فيها. احسن إلينا وعظم الكلمة دائما أمام عيوننا. لك يا ربنا كل الحمد. تعالوا نقف مع بعض وحنرنم. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، عايز علاقة فيها عمق حقيقي يا رب. تعالوا حنكمل في أجواء الصلاة دي، نقول يا رب يسوع أنا محتاج ليك. يسوع أنت كل ما أريد، فمهما تسأل حيثما تذهب أتبعك. يسوع أنت كل ما أريد، فمهما تسأل حيثما تذهب أتبعك. فأنا محتاج لك، محتاج لك يا الله. فأنا محتاج لك، محتاج لك يا الله. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك. فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك. فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب. أنت تعرف ما بقلبي، فهمت فكري ربي،
من بعيد. اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. صلي معي الكلام اللي جاي. انت تعرف ما بقلبي، فهمت فكر ربي من بعيد. اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب. فأنا محتاج لك، محتاج لك يا يسوع. أنت كنزي العظيم، يا منبع الرحمة والحنان، كمريم أجثو لديك ربي، فراحة نفسي بذا المكان. ما أعذب ذكر اسمك لسمعي، لقد سبيتني مدى الزمان. إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. جراحك يا سيدي حماية، كلامك ينير للطريق، ينير للطريق. وروحك يا سيدي نصيري، يعينني في وجهي كل ألهب بنار روحك حياتي، وليحصرني حبك الرقيق، حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. صلي معايا الكلام ده. في غربتي في هذه الديار، لست إلهي أبتغي سواك، اجعل حياتي للأنام نورا، يسطعك الكوكب في علاك. يا شبع القلب إليك أشدو، مهللا حياة في رضاك، ما أروع اللقاء بك حيث طول المدى سأحيا في سماء. يا شبع القلب، يا شبع القلب إليك أشدو،
في رضاك، ما أروع اللقاء بك حيث طول المدى سأحيا في السماء. يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيه، انت انت اللي انا هعيش ليك. بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك. بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساوي. يسوع سؤل قلبي، يسوع سوق لقلبي، انت مشتهايا، انت شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل غالي، تبقى انت انشغالي والمجدك اعيش. يسوع همسك ومش هرخيك، ده انا قلبي اتعلق بيه، اتعلق بكلامك يا رب. خليني عند رجلك طول الوقت والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يسوي. خليني اسجد عندك كل يوم، اختارك النصيب الصالح. يسوع بسجد لك حبيبي، بختارك نصيبي، فيك بلقى الحياة، بختار أموت وتحيا فيا، ويقل كل ماليا ووحدك تزيد. يا يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك. بدموع اسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يسوي. آسف لأني ما قلتش لك على كل مرة، بعت الحق ونسيت مكاني ورجعت تاني وللخطية أنا قلبي رق. آسف لأني ما قلتش لك على كل مرة، أنا بعت الحق ونسيت مكاني وللخطية أنا. رجعني تاني يا رب، رجعني ليك من تاني، أختار تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك من تاني، أختار تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار. آسف لأني عرفت زمان إنك شايفني في كل مكان، وكنت بغلط كتير ولخبط وكأنه كله زي ما كان. آسف لأني عرفت زمان إنك شايفني
شايفني في كل مكان، وكنت بغلط كتير ولخبط وكانه كله زي ما كان. رجعني ليك من تاني اختار تكون الهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك يا يسوع طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد. عايز اعيش لك يا رب، عايز اعيش لك زي دانيال يا رب، وابقى من الابطال وان كان في ضلمة او وسط لما، واخد قراري وما فيش فصال. وإن كان في ضلمة أو وسط لما، واخد قراري وما فيش فصال. رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك طول المشوار، واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد. عايزك تكون يا رب انت، عايزك تكون في حياتي يا يسوع، والمقياس في الحكمة أنمو، في النعمة أنمو، في القامة عند الله والناس. عايزك تكون انت الأساس، والناس. رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار. الترنيمة اللي جاية لكل حد ساب مكانه، لكل حد ساب مكانه وساب الكلمة وساب الأساس اللي احنا عمالين نحكي فيها، ساب أساس الحياة وساب أساس المقياس اللي بنعيش بيه، ونعرف الصح من الغلط، والأمور بقت نسبية. كل حد ساب مكانه وساب الحتة اللي كان فيها في علاقة جيدة مع الله، في علاقة حلوة، وفي علاقة فيها بيفهم وبيكبر بينمو عند الله وعند الناس. هنقول في الترنيمة اللي جاية، يا رب رجعني ليك تاني، أنا راجع من تاني، راجع لمكاني، واقف على الأسوار وبنادي. غيرني ربي وخلي قلبي يرجع يعيش لمجدك من جديد. أمين. نرجع كشباب مش محمولين بكل ريح تعليم، نرجع كشباب مش السطحية هي عنواننا، نرجع كشباب مش بناخد آية من كل حتة ونمشي ونبقى فاكرين ان احنا عارفين كل حاجة، لكن يرجع الكلمة هي تبقى أساس جوانا وتتغرس أكتر، وتبقى شجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أواني، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب. جيل مختلف، عايزين نصلي لنفسك، وصلي لجيلك، وصلي للشباب اللي حواليك في الكنيسة، في الشارع، في الكلية، في البيت. صلي لنفسك وصلي، وحط قدامك، حط قدام الرب أسماء ساب مكانهم، سابوا أماكنهم وسابوا الكلمة، وابتدوا يدوروا على حاجات تانية فيها الحق، وهي كذبة أصلا، وهي باطل وزيف ملا حياتنا وملا موبايلاتنا وملا كل حاجة بنشوفها.
في كل يوم بشوف أمور، في كل يوم بشوف أمور، كلمت قلبي فيها من سنين. أنا فاكر يا رب، فاكر في يوم همسك يقول أنا راجع تاني وهنهض ملايين، دربني ربي ويخلي قلبي يرجع يعيش، يرجع يعيش لمجدك من جديد. هرجع هتوب همهض هقوم همسى معاك ضعفي وهقول أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيمات. هو هيكون نور إعلاني، هيكون نور إعلاني، أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار وبنادي بكلامي بترنيم، بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور أعلاني. غيرني ربي والمس حياتي علشان تشوف الناس فيا يسوع، مش بس لساني أو كلماتي لكن أعيش تسبيحة ليسوع. هسهر هصلي فاكر رسالتي واتعلم ربي تاني الانتظار، واحيا شهادة نصحى وإرادة وتفيد حياتي دايما بالثمار. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار بنادي بكني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور أعلاني. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي أعلاني أعلاني. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت اظهر فيا، خبيني في شخصك وانت اظهر فيا. طلبي الوحيد انك تزيد
وأكون في حضورك كل الحياة كل الحياة برتاح معاك شايف لقاك مشتهى قلبي وفيك الغناء طلبي الوحيد إنك تزيد وأكون في حضورك كل الحياة برتاح معاك ده شوقي في لقاك مشتهى قلبي وفيك الغناء القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت اظهر فيا خبيني في شخصك وانت اظهر فيا